طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هنتكلم عن اللامبر سباين ديجنريتيف ديزيز اوف ذا سباين، ودي ان شاء الله اخر محاضره في السباين ويخلص بقى على خير. هي الحقيقه هي محاضره المفروض ان هي بسيطه وانا ما كنتش ناوي اديها، بس يعني نظر لان في كذا حد طلبها مني، لان هي بتتشاف كتير، بس انا كنت بقول ان هي يعني كلام بسيط فمش ما ينفعش ان انا اشرحه يعني او الناس كلها عارفاه ويحصل فيه اختلافات يعني، فانا كنت بفضل ان انا ما اشرحهاش. بس هو طبعا نظرا لان هي ده من الديلي براكتس بنشوفه يعني، نص شغلنا بيبقى من الديجنريتيف ديزيز بتاعه السباين، فبالتالي نقولنا الايه ان نشرحها وخلاص بقى ونكسب فيكم ثواب يعني. طيب هنتكلم النهارده على ايه؟ هنتكلم عن الثلاث مواضيع الكبار، الاوستيو ارثرايتس اوف ذا سباين والديسك باثولوجي والليجمنت باثولوجي. الاوستيو ارثرايتس اوف ذا سباين انا بتكلم على الاوستيو ارثرايتس بتاعت الجوينت بتاعت السباين اللي هم الانترفيرتيبرال جوينت والفاسيت جوينت والنيوروسنترال او الانكوفيرتيبرال جوينت، ده اول موضوع أو اول جروب. تاني موضوع هو الديسك باثولوجي، هتكلم عن ديسك بالجو هيرنيشن، واتكلم على الانيولار فيشر، واتكلم على الشمورال زنود والشيرمان ديزيز. تالت موضوع هو الليجمنت باثولوجي، اتكلم على الباستراب ديزيز والدش او اللي هو اسمه ديفيوز ايديوباثيك هايبر اوستوزيس. كل المواضيع دولت بينتهوا في النهايه ان هم قد يؤدوا الى سباينال كانال ستينوزس او سباينال كانال ناروينج. لازم نعرف ازاي نشخص سباينال كانال ناروينج او سباينال كانال ستينوزس. طيب اول مجموعه اللي هنتكلم عليهم النهارده هم الاوستيو ارثرايتس بتاعه السباين، وقلنا الاوستيو ارثرايتس ممكن تينفولف الجوينتس بتاعه السباين الانترفيرتيبرال جوينت او اوستيو ارثرايتس بتاع الفاسيت جوينت او النيوروسنترال جوينت. اول نوع اللي هو الاوستيو ارثرايتس بتاع الانترفيرتيبرال جوينت، والاوستيو ارثرايتس بتاع الانترفيرتيبرال جوينت هو عباره عن اوستيو ارثرايتس انفولفينج ذا ديسكو فيرتيبرال يونت. احنا عارفين ان الديسكو فيرتيبرال يعني الفيرتيبرال اند بليد والديسك ان بتوين ده يعتبر جوينت اللي هو اسمه انترفيرتيبرال جوينت. لما يحصل فيه اوستيو ارثرايتس ده زي اي جوينت في الدنيا بيحصل فيها اوستيو ارثرايتس، اشهرهم طبعا النيه. العيان بيجي يشتكي من بين زي اي جوينت، اوستيو ارثرايتس في اي جوينت يجي يشتكي من بين، ويجي يشتكي من ستيفنس او ليميتيشن للايه للموفمنت بتاعه السباين زي اي اوستيو ارثرايتس بتاع اي جوينت اخر. الاوستيو ارثرايتس بتاع الانترفيرتيبرال جوينت ده بيجي في سن كبير. السلام ورحمه الله وبركاته. انك لا يسلم. الاوستيو ارثرايتس بتاع سن كبير بيبقى غالبا بيجوا في سن كبير. طيب الفيتشرز بتاعته تشمل الاتي. في الاول خالص في الايرلي فيتشرز بتاعه الانترفيرتيبرال جوينت اوستيو ارثرايتي او اوستيو ارثرايتس او الارثروباثي، انك بتلاقي الجوينت بيبدا ان الديسك بيبدا يديجنريت زي اي حاجه برضو في الاول من الديسك. الكارتليج بتاع الجوينت بيبدا يديجنريت، بس احنا عارفين ان الديسك بتاع الانترفيرتيبرال جوينت بيبقى فيه في النص حاجه اسمها نيوكليس بالبوس اللي هي بتحتوي على ميه. فلما الديسك بيبدا يديجنريت بلاقي ان الميه دي بتبدا تفقد، فاحنا عارفين ان الديسك المفروض في الميه في التي 2 الاقي السنتر بتاعه بيبقى برايم. لو بدا يفقد الميه دي فبتبدا يبدا يسود كده في التي 2، ببدا اعرف ان هو فقد الميه بتاعته، وابدا اعرف ان هو ده من ضمن الايرلي ساينز اوف ديجنريشن الديسك خلاص. فبلاقي ان الديسك بدا يبدا ايه يبدا يسود. ممكن شويه كمان نلاقي ان الديسك بدا الهايت بتاعه يبدا يريديوس ان هايت، فده برضو من ضمن الديجنريشن اوف ذا ديسك. والديجنريشن ديسك ديجنريشن ده او ديسك ديسيكيشن ده من ضمن الايرلي ساينز بتاعه الانترفيرتيبرال جوينت ارثروباثي. في السي تي او الاكس راي انا ما بقدرش اشوف الديسك، ولكن ممكن اعوض عليه بان انا اشوف الناروينج اوف ذا جوينت سبيس، الاقي ان الجوينت سبيس ده كان واسع، الديسك سبيس ده بدا يبقى نارو. المفروض ان احنا القاعده بتاعتنا المفروض ان انا وانا نازل كل ديسك سبيس تحت بيبقى اكبر من الديسك سبيس اللي قبليه، فالمفروض ان انا كل ما بنزل لتحت كل ما الديسك سبيس بيوسع. لو لقيت العكس او لقيت ان الديسك سبيس ما بقاش يوسع او ايكوال للسبيس اللي قبليه او اضيق من السبيس اللي قبليه، فاعرف ان الديسك سبيس ده نارود، وده بطريقه غير مباشره اعرف ان الديسك ده فيه مشكله او فيه ديجنريشن. فده اول حاجه اللي هو ديسك ديجنريشن، وهو من ضمن الايرلي ساين اوف ذا انترفيرتيبرال جوينت ارثروباثي. طيب الديسك ده لو شويه بدا يبقى ادفانسد شويه، ديجنريشن بتاع الديسك بدا يبقى ادفانسد، ممكن يتكون جواه جاز. الجاس او الاير ليوسنس دي بيسموها فاكيوم فينومينا.
انك تلاقي جوه الديسك بدا يتكون هواء. الهواء ده هو مش غاز او هو بيسموه نيتروجين, وده بنتيجه من السيفير ديجنريشن بتاع الديسك بيبدا يريليز نيتروجين. فلاقي ان جوه الديسك او مكان الديسك ده بلاقي بيبقى فيه ايه, بيبقى فيه هواء زي ما احنا شايفين. ده بيسموه فاكيوم فينومينا, وده سيفير مرحله سيفير من الديسك ديجنريشن. طبعا الهواء بيبقى اسهل خالص ان احنا نشوفه في الاكس راي خلاص, او ان احنا نشوف في السي تي. انما في الام ار اي بيبقى صعب, لان هو بيبان كانه دارك سيجنال, بريزيستنت دارك سيجنال في التي 1 في التي 2 زي كده. البريزيستنت دارك سيجنال دي بس ممكن تبقى كلاسيفيكيشن, ما تقدرش قادر تميز قوي اذا كان ده فعلا فاكيوم فينومينا ولا لا. الفاكيوم فينومينا تبقى اسهل ان احنا نشوفها في الايه, في الاكس راي او السي تي. طيب تاني حاجه من ضمن الاوستيوارثرايتس بتاع الانترفيرتيبرا جوينت, ان لما الديسك سبيس يبدا يقل او الديسك يبدا يقل في السبيس, فلاقي ان الفيرتيبرا اند بليد يبداوا يحكوا في بعض. لما الفيرتيبرا اند بليد يبداوا يحكوا في بعض يبدا يحصل مارل تشينجز موجوده في الفيرتيبرا اند بليد. المارل تشينجز اللي موجوده في الفيرتيبرا اند بليد بقى صنفوها او عملوا لها كلاسيفيكيشن في الام ار اي تبع حاجه اسمها موديك تشينجز. المودك تشينجز دي او التشينجز دي بتحدث في الفيرتيبرال اند بليد نتيجه لان الديسك ده بدا يقل, فالفيرتيبرال ده بدا يحك في الفيرتيبرال ده, فبدا يحصل تشينجز في الفيرتيبرال اند بليد. قالوا في الاول بتبقى فاتي بتبقى قديمه تشينجز, تلاقيها لو سيجنال في تي 1 وهاي سيجنال في تي 2, ده بيسموها مودك تايب 1 اللي هو القديمه. طيب مع الوقت تلاقي قلبت القديمه دي قلبت لفاتي تشينجز, فلاقيها تبقى هاي سيجنال في تي 1 وهاي سيجنال في تي 2, ولو عملت ستير تلاقيها سبريست في الستير, فده بيسموها موديك تايب 2 اللي هو عباره عن فاتي تشينجز. طيب موديك تايب 3 ان الفاتي تشينجز تتحول الى سكليروزس, فلاقيها لو سيجنال في تي 1 ولو سيجنال في تي 2 خلاص, فده بيسموها سكليروزس او المرحله الثالثه اللي هي بيسموها موديك 3 تشينجز. يبقى احنا عندنا ثلاثه موديك كلاسيفيكيشن او ثلاثه موديك تايبس للمارو تشينجز اللي بتحدث في الفيرتيبرا اند بليت مع العينين بتوع الاوستيو ارثرايتس بتاع الانتر فيرتيبرا جوينت. موديك تايب 1 ايديما, موديك تايب 2 عباره عن فاتي تشينجز, موديك تايب 3 عباره عن ايه, بيبقى عباره عن سكليروزس. التشينجز دي بتوصف فين؟ غالبا توصف في الام ار اي. طيب لو الاحتكاك ده بدا يزيد اكتر, مش بس يحصل تشينجز مارو تشينجز, يبدا يحصل اوستيوفيتيك ليبنج, فلاقي ان يحصل فيه بروز او بوم برودكشن ينتج في الايدج بتاعه الفيرتيبرال اند بليد كده. الاوستيوفيتيك ليبنج دي بيسموها لامبر سبونديروز, والحقيقه الاوستيوفيتيك ليبنج دي مميزه لاي اوستيوارثرايتس في الدنيا. يعني احنا لما بنيجي نتكلم زي كده دكتوره سندي, يعني ينفع كده دكتوره سندي؟ يبقى راجع من اجازه جواز يدوك على طول طوارئ. والله دواس بيستهبلوا, والله انا مش معاهم. قولوا لي مين ينزلك, بس قولي لي بس مين ينزلك يا دكتوره سندي؟ مين اللي منزلك؟ مين اللي اضطر يخليكي قولي لي بس على اسمه, بس قولي عبد الله. طيب ناس محمد عبد الله, قولي ولا يهمك يا دكتوره سندي. طيب فالاوستيوفيتيك ليبنج اللي بتبقى موجوده في الفيرتيبرال اند بليد دي هي مميزه خالص لاوستيوارثرايتس في اي حته, واحنا لما بنشوفها بنقول ان اوستيوارثرايتس في اي حته, سواء في الني في اي حته, لان البوم برودكشن ده مميز جدا للاوستيوارثرايتس في اي حته. في الاوستيوفيتيك ليبنج دي لما بشوف في السباين بيقولوا التشينجز دي بيسموها سبونديروزس, لو كانت في اللامبر يسموها لامبر سبونديروزس, لو كانت في السيرفايكا يسموها سيرفايكال سبونديروزس او دورسال سبونديروزس. لما بشوف الاوستيوفيتيك ليبنج بتاعه الفيرتيبرال اند بليد دي التشينجز اللي بتحدث فيه, ودي تعتبر شويه ليت مانيفيستيشن من الايه, اوستيو ارثرايتس في الانتر فيرتيبرال جوينت. وبالتالي الفيتشرز بتاعه الاوستيو ارثرايتس في الانتر فيرتيبرال جوينت في الاول خالص بيبقى ديسك ديجنريشن, ممكن بعد كده يبقى لو بقى شويه يبدا يطلع فيرتيبرال مارو تشينجز في الفيرتيبرال اند بليد, ممكن لو زادت شويه سيفير يبدا يتكون اوستيوفيتيك ليبنج موجودين في الايه, في الفيرتيبرال اند بليد, ويسموهم لامبر سبونديروز. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ الديفرنشال دايجنوزس اهم ديفرنشال دايجنوزس في الموضوع بتاع الاوستيوارثرايتس, لما يبدا يحصل المارو تشينجز دي في الام ار اي بالذات, لما تبقى المارو تشينجز دي تبقى شويه سيفير اللي هي موديك تايب 1 بالذات. الموديك تايب 1 اللي هي إديمة زي ما قلنا, تبقى شويه سيفير, تبقى لو سيجنال في التي 1 زي ما احنا شايفين وهاي سيجنال في التي 2. لما بتبقى سيفير زي كده بتبدا تلخبطنا او بتبدا تخلينا نبقى قلقانين من حاجه مهمه جدا اللي هي الايه, الديسك سبيس انفكشن او الايه, او السبونديرو ايه, سبونديرو ديسكايتس.
طيب ازاي افرق ما بين الاسبونديلوسكايتس والموديك تايب 1 تشينجز؟ اهم حاجه انك تبص على الكورتكس بتاعت الفيرتبرا اند بليت في تي 1. لو بصيت لقيت الكورتكس بتاعت الفيرتبرا اند بليت سليمه في التي 1، خلاص كورتكس هنا سليمه، كورتكس هنا قادر توضحها وتقدر تشوفها، يبقى ذيس از ا مارو تشينجز بتاعت اوستي ارثرايتس عاديه. انما لو بصيت على هنا وما لقيتش قادر تشوف الايه الكورتكس بتاعت الفيرتبرال اند بليس، مش قادر تشوفها هنا، تعرف ان القديمه دي قديمه بتاعت انفكشن، وده بتاعت سبونديلو ديسكايتس، مش بتاعت ايه، مش بتاعت موديك تايب 1 بتاعت الاوستي ارثرايتس. كمان طبعا لو لقيت مع البتاع ده ابسس زي كده بره فيرتبرال او فيري فيرتبرال، او لقيت الديسك انهانسد، ده طبعا اكتر مع ان هو يكون انتر سباينال ديسك سبونديلو ديسكايتس او ديسك سبيس انفكشن، مش ايه، مش ارثروباثي عاديه بتاعت الانتر فيرتبرال جوينت. ده كونتراست، ما ده انهانسمنت، كل ده انهانسمنت بعد سبب. لا الإديمة بتاخد انهانسمنت، الإديمة بتاعت ال يعني لو انا حقنت الليجن ده، لو انا حقنت ده هتلاقي ده خد انهانسمنت، فالإديمة ممكن تاخد انهانسمنت. لا انما لو لقيت انهانسمنت في الديسك، ده ماشي مع ان هو يكون ديسك سبيس انفكشن. خلاص طيب، تاني نوع من انواع الاوستي ارثرايتس اللي هو بيأفكت بقى الجوينت التاني اللي هو الفاسيت جوينت. والفاسيت جوينت هو عباره عن الجوينت ارتكيليشن ما بين الانفيرو ارتكيل بروسيس بتاع الفيرتبرايه والسوبيرو ارتكيل بروسيس بتاع الفيرتبرايه الثانيه، فده بيسموه الفاسيت ايه، فاسيت جوينت. I can't speak English now. This lecture in Arabic. I will upload lecture in English soon ان شاء الله. This is facet arthropathy. Facet arthropathy هو osteoarthritis involving the facet joint اللي هو قلنا الجوينت اللي هو ما بين inferior articular process بتاع vertebrae و superior articular process بتاع vertebrae الثاني، ده اسمه الايه facet joint. والفاسيت جوينت من زي ما شايفين من الصوره دي يمثل البوستيريور باوندريز بتاع النيورال اكزيت فورامن، دي نيورال اكزيت فورامن، فهو الفاسيت جوينت يمثل البوستيريور باوندريز بتاعها. وبالتالي لما بيحصل فيه اوستيو ارثرايتس ممكن يضايق شويه، يضغط ينكروت شويه على النيور اكزيت فورامن ويبدا يضايق النيرف روت وهو خارج. طيب لما بيضايق النيرف روت وهو خارج ممكن العيان يبدا يشتكي من راديكولار برين، فيبدا يشتكي من نيرف روت بين. طيب العيانين بتوع فاسيت ارثروباثي غالبا بيبقى في سن كبير اكتر من سن 60 سنه. بشخصه ازاي؟ زي اي اوستيو ارثرايتس في الدنيا، بلاقي ان الجوينت سبيس اللي هو الطبيعي ده بدا ينارو زي ما احنا شايفين كده، يبدا ينارو ويبدا يتكون اوستيوفيتيك ليبنج وريجولاريتيز موجودين فين؟ في الفيرتيبرال اند بليت، ده نورمال الفيرتيبرال اند او الارتيكولار سيرفيس، متاسف الارتيكولار سيرفيس ده نورمال، لقيت هنا الارتيكولار سيرفيس بقت مور ريجولار اند مور فيهم بدا يبدا يتكون فيهم اوستيوفيتيك ليبنج زي اي اوستيو ارثرايتس في الدنيا. ولو احنا شايفين بدا زي ما احنا واضح جدا في الصوره دي ان النيورال اكزيت فورامين اللي هي كانت موجوده هنا وبيتا تو مفتوحه، لقينا ان هنا في انكروتشمنت على النيورال اكزيت فورامين بشكل واضح، وبقى في النيورال اكزيت فورامين هنا ضيقه جدا. وزي ما قلنا ده مشكله الفاسيت ارثروباثي ان هو ممكن يضيق النيورال اكزيت فورامين وممكن كمان يضغط على السباينال كانال ويعمل ناروينج اوف ذا سباينال كانال ويعمل سباينال كانال ستينوز. طيب الكلام ده بيبقى واضح برضه في اكتر حاجه بيبقى في السي تي بيبقى واضح، بس ممكن نشوفه برضه في الام ار اي في السكلروزس والاريجولاريتي بتاعت الفاسيت جوينت في الاكس في الاكس راي، ونفس الكلام ده يبدا يبقى واضح فين؟ في الام ار اي زي كده. الام ار اي بيبقى اكتر وضوحا للانكروتشمنت على النيورال اكزيت فورامين زي كده والنيرف روت، وانا اقدر اشوف النيرف روت وهو خارج وهو انكروشت بالايه الفاسيت الارثروباثي او الهايبرتروفايد فاسيت جينيتيف فاسيت جوينت. كمان ممكن اقدر اشوف في الام ار اي عن السي تي والاكس راي ان انا اقدر اشوف في جوينت افيوجن، اذا كان في جوينت ده في جوينت افيوجن ولا لا. كمان ممكن اقدر اشوف حاجه مهمه ان ممكن يحصل مع فاسيت ارثروباثي الاقي فيه ساينوفيال سيست، شايفين السيست دي؟ شايفين السيست دي؟ السيست دي بتبقى مع الفاسيت الارثروباثي، ممكن تبقى موجوده مع الفاسيت الارثروباثي، واللي يقدر يبينها لي هو الام ار اي ما يقدرش يشوفها خالص في السي تي او الاكس راي، واللي يبدا يبينها لي خالص الايه الام ار اي اقدر اشوف الفاسيت ايه الساينوفيال سيست اللي بتبقى مع اللي بتبقى كونتينيوس مع الايه جوينت سبيس هنا واشخص بيها ساينوفيال سيست. الحقيقه الساينوفيال سيست زي ما احنا شايفين ممكن تبقى كبيره جدا وهي اللي بتبقى ضاغطه على السباينال كانال، والعيانين دولت ممكن يريليف خالص السيمتومز ان انا لو دخلت عملت اسبيريشن للسيست دي، ويبقى كل السيمتومز بتاعها ان انا لو عملت اسبيريشن للسيست دي سيمتومز تريليف للعيان ده، يبدا يريف خالص لو انا عملت اسبيريشن، وده يبين اهميه الام ار اي او فايده الام ار اي عن بقيه الايه عن بقيه الموداليتيز الثانيه.
طيب العيانين بتوع الفاسيتا ارتروباثي ممكن يبقى معاهم مشكله تانية ان ممكن يبدا الاستابيليتي بتاعه الجوينت تبدا تبوظ فيبدا يحصل فيه سليبج فلاقي ان السباينال احنا عارفين ان المفروض ان البوستير مارجن بتاع السباين كله يبقى ماشي على الخط واحد لو لقيت ان فيرتبراي اتزحلقت على فيرتبراي يعني طلعت لقدام اللاين ده ما بقاش على خط واحد لقيت ان الفيرتبراي دي اتزحلقت عن الفيرتبراي دي ممكن مع ده يبقى كسيمتومز او مانيفيستيشنز بتاعه فاسيت ارتروبات ويسموه ده بيسموه سبونديلوليثيزس او سليبج والنوع ده اسمه ديجنراتيف تايب من السبونديلوليثيزس لان احنا عندنا نوع من انواع السبونديلوليثيزس اللي بيبقى ناتج من البارز بريك اللي هو الليتيك تايب ده النوع الديجنراتيف تايب اللي بيبقى مع اسوشيتد مع فاسيتر ارتروباثي وبيبقى غالبا في اولد ايج وعلى حسب الفيرتبرايه دي متزحزحه قد ايه من الفيرتبرايه اللي تحتيها لو هي كانت ربع الفيرتبرايه اللي تحتيها يبقى انا بتكلم على تايب 1 لو اكتر من ربع ال 50 ده تايب 2 وهكذا على يعني جريدنج بتاعه الايه بتاعه السبونديلوليثيز او جريدنج بتاعه الايه بتاعه السليبج. طيب ثالث اوستيو ارثرايتس بيحدث هو الايه النيورو سنترال جوينت النيورو سنترال معلش حد يفتح الباب بس عشان لو حد جه نستاهل اسماء الاوستيو ارثرايتس بيحصل في النيورو سنترال جوينت او الانكو فيرتيبرال جوينت النيورو سنترال جوينت ده جوينت موجود بس في السيرفايكال سباين مش موجود في اي حته تانية بيبقى ما بين الابر فيرتيبرا اند بليد بتاعه فيرتبرايا والابر فيرتيبرا واللور فيرتيبرا اند بليد بتاع الفيرتبرايا الثانيه بيقولوا من C2 لC7 هو اللي بيبقى موجود ما بين C2 وC7 هو ايه اللي بيبقى بينشأ ليه لان الفيرتبرال اند بليد بتاعه السيرفايكال فيرتبري مختلفه شويه عن بقيه الفيرتبرات ان بيبقى ليها شفه طالعه لفوق الشفه اللي طالعه لفوق دي بتستقبل الانفيرو اند بليد بتاع الفيرتبرايا اللي فوق ويعمل ما بينهم جوينت اسمه ايه اسمه نيورو سنترال ايه نيورو سنترال جوينت اهو ده الجوينت بتاعنا شايفين الشفه دي مع ده اللي هو نيورو سنترال ايه النيورو سنترال جوينت النيورو سنترال جوينت مشكلته بقى ان هو يمثل الانتيري باوندري وانا بتكلم عن نيورال اكزيت فورامين اهو فهو يمثل النيورو سنتر جوينت ده يمثل الانتيريور باوندريز بتاعه النيورو بتاعه النيورال اكزيت فورامين دي نيورال اكزيت فورامين اهو اللي طالع منها النيرفات كده خلاص بيبقى طالع النيرف من هنا فهو النيورو سنترال جوينت ده يمثل الانتيريور باوندريز بتاع النيورال اكزيت فورامين وبالتالي لو حصل فيها اوستيوارثرايتس ممكن ينكروتش بوستيريورلي على النيورو اكزيت فورامين ويضغط على النيرف روت ويعمل راديكولار بين الاكسل ايمج بيبقى واضح خالص النيورو سنترال جوينت اهو ده الفيرتبرايا اهو ودي الشفه بتاعه الفيرتبرايا اللي تحت خلاص فالجوينت ده هو النيورو سنترال جوينت ودي النيورال اكسس فورامين اهي فهو بيمثل انتير باوندريز لو حصل فيه اوستيوارثرايتس هنا ممكن ينكروتش على النيورو اكسس فورامين ويبدا يضغط على النيرف روت ويبدا العين يشتكي بنيرف روت بين وبرده العيان بيبدا في سن كبير بقدر اشوفه ازاي اهو ببساطه خالص لو احنا شايفين هنا ده النيورو سنترال جوينت لو بصيته هنا لقيت النيورو سنترال جوينت هنا بدا يبقى الريجولار والجوينت سبيد بدا ينارو وبدا يحصل فيه اوستيوفيتيك ليبنج في الارتيكولار سيرفيس فده زي اوستيوارثرايتس في اي حته لو بصيته هنا ده النورمال وهنا ده الابنورمال لو بصيته هنا جوينت سبيس هنا ده وبدا يبقى فيه اوستيوفيتيك ليبنج اهو اوستيوفيتيك ليبنج هنا وسكليروز اوف ذا فيرتيبرال ايه اوف ذا اوبوزنج ارتيكولار ايه اوف ذا اوبوزنج ارتيكولار سيرفيسز ده اللي هو يمثل الاوستي ارثرايتس بتاع النيورو سنترال وزي ما احنا شايفين النيورال اكزيت فورامين وراه فممكن الاستيفيتيك ليبنج دي تضغط على النيورال اكزيت فورامين ويبدا يضيق الايه النيورال اكزيت فورامين ويبدا يعمل نيرف روت بين ده كانوا الاوستي ارثرايتس بتاع الايه بتاع السباين سواء كان انترفيرتيبرال جوينت سواء كان فاسيت جوينت سواء كان نيورو سنترال جوينت في السيرفايكال سباين ثاني موضوع هنتكلم عليه وهو البيور ديسك باثولوجي بتاعنا الديور بس ديسك باثولوجي بينقسم ايه او بيشمل ثلاث مجموعات هو اول واحده حاجه اسمها ديسك بولج هيرنيشن ثاني حاجه انيولار فيشر ثالث حاجه سمورلز نود وشيرمان ديزيز اول حاجه الديسك بولج وهيرنيشن معناها ايه معناها ان اكستنشن اوف ذا ديسك بيوند الفيرتيبرال اند بليد احنا عارفين المفروض الطبيعي ان الديسك حدوده لا تمتد خارج حدود الفيرتيبرال اند بليد ده الفيرتيبرال اند بليد اهي وده الديسك اهو مفروض ان حدود الديسك تبقى متماشيه مع حدود الايه مع حدود الفيرتبرا اند بليد لو الديسك ده امتد خارج زي كده امتد خارج يعني طلع بره حدود الفيرتبرا اند بليد اكستند بياند ذا مارجن اوف ذا فيرتبرا اند بليد ده يعتبر ديسك باثولوجي بيور ديسك باثولوجي ده قد يشمل ديسك بلج او يشمل ديسك ايه يشمل ديسك هرنيش طبعا لما زي ما احنا شايفين لما بيرجع الديسك ده يرجع لورا يبدا يضغط على السباينال كورد او يبدا يضغط على النيرف روت
وعلى حسب المكان اللي ضغط عليه الديسك ده يبدا العيان يشتكي. يعني ممكن يبدا يشتكي لو هو في السيرفايكال ريجن، ممكن يشتكي من نيك بين، او ممكن يشتكي من راديكولار بين في الايه في الاطراف بتاع الابر لمب. لو بيتكلم على لامبر سباين فبيبدا بيشتكي من البارا ويكنس او 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 او, أو, أو سياتيكا في اللور لمب على حسب المكان. المهم ممكن بيتضمن غالبا موتور ديسفانكشن او بيتضمن سنسوري ايه ديسفانكشن على حسب حتى هو بيضغط على ايه، على سنسوري ولا موتور ايه ولا موتور موتور نير روت. طيب مهم نعرف ان الديسك بلج او هيرنيشن صحيح المعظم بيحصل كديجنريتيف ديسك ديزيز كديجنريتيف، بس خلي بالكم ان في اليمنت اوف تروماتيك ان ممكن يحصل ديسك بلج او ديسك هيرنيشن بوست تروما، يعني سيفير ديسك تروما واحد شال حاجه تقيله فحصل ان الديسك بلج او ديسك هيرنيشن بعد الايه بعد ايه بعد التروما. طيب بشخصه ازاي؟ ببساطه خالص ان انا زي ما احنا شايفين في السيجيتال ايمج بيبقى اسهل تشخيصه في السيجيتال ايمج انك تعرف في ديسك بلج او هيرنيشن، انك بتقارن وتبص على البوسير مارجن بتاع الفيرتيبرال اند بليد. المفروض ديسك الحدود الديسك ده لا تتعدى الفيرتيبرال اند بليد او الحدود بتاع الفيرتيبرال اند بليد. لما تيجي تنزل هنا هتلاقي ان الديسك ده بدا الحدود دي تخرج بره الفيرتيبرال حدود الفيرتيبرال اند بليد، فتعرف ان في ديسك بلج او هيرنيشن. زي ما احنا شايفين هنا واضح خالص ان الديسك ان الديسك هنا حدوده خرجت بره حدود الايه خرجت بره حدود الديسك الفيرتيبرال اند بليد، فده معناه ان ذيس از ا ديسك بلج او ديسك ايه ديسك هيرنيشن. طيب لازم تعودوا نفسكم تعرفوا الاكستنشن اوف ذا ديسك ده مش بس في السيجيتال، لازم تبصوا عليه في الايه في الاكسيال كمان، انك تقارنوا في الفيرتبرال اللي فوقيها بالديسك ده، ده الليفل بتاع الديسك وده الفيرتبرال اللي فوقيها او الفيرتبرال اللي تحتيها. هتلاقي ان الديسك هنا ده مور ليس المارجن بتاعته هنا ماشيه مع المارجن بتاعه الفيرتبرال اند بليد، هلاقي ان الحته دي بس هي الايه هي اللي خرجت، ده المفروض تبقى الفيرتبرال اند بليد دي حدودها هنا المفروض تبقى ماشيه كده خلاص. لقيت ان الجزء ده هو الايه هو ده اللي بلجنج اكستند بياند المارجن بتاع الفيرتبرال اند بليد، وبالتالي ده يعتبر بالنسبه لنا باثولوجي ممكن يكون ديسك بلج او ديسك ايه او ديسك هيرنيش. عاده ديسك بلج وديسك هيرنيشن عاده بيبقى ديجنريتد، يعني انا ببدا اشك ان في ديسك بلج او هيرنيشن لما الاقي الديسك سبيس بقى الديسك بدا يبقى ايه يبقى لوس اوف ايه الفلويد او البرايت سيجنال بتاعه النيوكليس بالبولس، او ان الديسك هاي بيبدا ويبدا يقل. بس القاعده او الاساس عشان اقول ان في ديسك بلج او هيرنيشن، لو لقيت الديسك ممتد حدود خارج حدود الفيرتبرال اند بليت اللي فوقيها او اللي تحتيها، ده بقول ان ذيس از ا ديسك بلج او هيرنيشن. لازم تبص عليه في السيجيتال، تبص عليه في الايه في الاكسيال ايمجز. طيب النومنكلتشرز بتاعت ديسك بلج وهيرنيشن عشان بس نكون متفقين في الاول كده عشان ما تحصلش اي خلافات، النومنكلتشر اللي انا هتكلم عليها دي هي اللي موجوده في الكتب خلاص وفي واللي موجوده في البيبرز. انا ماليش دعوه باي اراء شخصيه او تجارب شخصيه او اهواء او اي حد عايز يعني بيقول او سمعته حاجاته، انا ماليش دعوه، يعني ده الكلام الموجود في البيبر خلاص، ماليش دعوه بشغل السوق، ماليش دعوه ده الموجود في البيبر. انا كنتش عايز اقول المحاضره عشان خاطر كده ان فيها اختلافات جدا ما بين شغل السوق والموجود في الكتب، بس هو ده الموجود في الكتب وانا هقوله خلاص. يعني على فكرة أنا لما بكتب حالة بكتبها زي البيبر وماليش دعوة بشغل السوق. طيب الديسك بلج أو ديسك هيرنيشنز، بقول إمتى أقول ديسك بلج أو ديسك هيرنيشن؟ يعني أنا خلاص عرفت إن في ديسك باثولوجي، هل هو بلج بقى ولا هيرنيشن؟ بيعتمد على الآتي، إنك تشوف الديسك الحتة الاكستندنج بياند الفيرتبرال اند بليت. لو أنا بقول إن دي حدود الفيرتبرال اند بليت، الجزء ده خارج بره الفيرتيبرال، التيشو ده كله من الديسك ده خارج بره الفيرتيبرال اند بليد. لو التيشو الاكستندنج بياند الفيرتيبرال اند بليد ده انفولفينج معظم الديسك، يعني لقيت ان كل الديسك غالبا ممتد بره حدوده، كل حدوده مره الفيرتيبرال اند معظمها بره حدود الفيرتيبرال اند بليد، يعني خارجه بره حدود الفيرتيبرال اند بليد، ده ماشي مع ان هو يكون ديسك بلج. يعني ايه معظمه او كله؟ يعني هما قالوا ان هو لو هو واخد الديسك بلج ده والجزء الاكستندنج بياند الفيرتيبرال اند بليد واخد اكتر من نص السيركمفرنس بتاع الديسك. يعني لو انا بتكلم من ده الديسك بتاعنا اهو خلاص، ده الديسك بتاعنا النورمال خلاص، الجزء الاكستندنج بياند الفيرتيبرال اللي هو الديسك الجزء اللي فيه باثولوجي، هلاقي ان ده كل الجزء ده شايفين كل الجزء ده ممتد بره حدود الفيرتيبرال اند بليد، ده كل ده ابنورمال. طيب الجزء الابنورمال ده واخد معظم الديسك، واخد معظم السيركمفرنس بتاع الديسك، ولا واخد حته فوكل؟
لا لو واخد معظم السيركمفرنس بتاع الديسك ده ماشي ان هو يكون ديسك ديسك بلج. لو واخد حته فوكال ده اكتر ان هو يكون ديسك هيرنيش. طيب ايه الفيصل ما بيننا؟ هو اكتر من نص الديسك. لو زي ما احنا شايفين الديسك باثولوجي ده اهو واخد اكتر من نص ده، نص الديسك بالظبط خلاص. لقيت ان الديسك باثولوجي واخد اكتر من النص بتاع الايه، اكتر من نص الديسك نص السيركمفرنس، يبقى ده ديسك ايه، ديسك بلج. لو واخد الباثولوجي ده واخد اقل، يعني واخد بس الجزء ده خلاص او اقل بس اللي هو اقل من نص السيركمفرنس بتاع الديسك، يبقى ده بيسموه ديسك ايه، يسموه ديسك هيرنيش خلاص. طيب يقولوا ان الديسك بلج عاده بيبقى مور ليس سيمتريكال زي كده. طيب وبالتالي ده ديسك بلج. لو لقيت الديسك زي ما احنا شايفين واخد بس الديسك باثولوجي، واخد بس اقل من الفوكال واقل من نص السيركمفرنس ده، لو نص السيركمفرنس هنا كل الديسك ده، كل الديسك ده نورمال. امال الحته الابنورمال فين؟ ايه الحته اللي هي ممتده ورا دي خلاص. فالجزء ده اقل من نص السيركمفرنس بتاع الديسك، فده يعتبر ديسك هيرنيشن لانه اقل من ايه، اقل من نص السيركمفرنس بتاع ايه، اقل من نص السيركمفرنس بتاع الديسك. طيب اقل من نص السيركمفرنس بتاع الديسك ده اسمه ديسك هيرنيشن. الديسك هيرنيشن قد يكون حاجه من اثنين، قد يكون بروتروجن او قد يكون اكستروجن، قد يكون بروتروجن او قد يكون اكستروجن. طيب ازاي افرق ما بين الاثنين؟ خلينا نركز شويه. ايه رايكم هنا يا شباب؟ ده الديسك عندنا في ديسك باثولوجي ولا فيش ديسك باثولوجي؟ في ديسك باثولوجي. ليه؟ لان دي حدود الفيرتبرال اند بليد بتاعتنا، وده الديسك ممتد بره حدود الفيرتبرال اند بليد. طيب الابنورمالتي دي واخده كل الديسك او واخده اكتر من نص الديسك ولا واخده اقل من نص الديسك؟ لا ده الابنورمالتي واخده بس الحته دي، فبالتالي الحته دي اقل بكتير من نص السيركمفرنس بتاع الديسك، يبقى ده بنتكلم في حاجه فوكال، يبقى احنا بنتكلم في ديسك هيرنيشن. عايز اعرف بقى الديسك هيرنيشن ده هل هو بروتروجن ولا هل هو اكستروجن؟ هعمل ايه؟ قال لك تشوف اكبر مساحه واكبر دايامتر الحته الاكستندد، الحته الابنورمال. هتبص على الحته الابنورمال دي تشوف فين اكبر مساحه واكبر دايامتر للحته الابنورمال دي. هعمل ايه؟ بصوا يا شباب الخطوه الاتيه، هرسم لاينز للحته الابنورمال بتاعتي اهي، هرسم لاين في الحته الابنورمال دي واشوف اكبر دايامتر موجود فين. الاكبر دايامتر ده لو لقيته ناحيه البيز بتاع الباثولوجي، يعني قريب من البيرنت ديسك النورمال ديسك، يعني اللي هو في الخطوط دي يمثل الخط الايه، الخط البلو ده، لو لقيت ان ده اكبر لاين قريب جدا من البيز بتاعه الباثولوجي او قريب من البيرنت ديسك، يبقى ده اتز ا بروتروجن. لو لقيته في حته ثانيه غير البيز او غير الحته القريبه من الديسك باثولوجي من البيرنت ديسك، يبقى ده اكستروجن خلاص. هنا زي ما احنا شايفين ان اكبر حته، اكبر دايامتر ده، اكبر دايامتر ده بيبقى ايه، بيبقى موجود ناحيه الايه، ناحيه البيرنت ديسك، ناحيه اقرب من النورمال ديسك، مش ناحيه الايبكس بتاعت الايه بتاعت الباثولوجي، وبالتالي ده اكبر دايامتر، وبالتالي ده ايه، ده اتز ا ديسك ايه، ديسك بروتروجن خلاص. الكلام ده بطبقه في الاكزيال ايمج وطبقه كمان في الساجيتال ايمج. في البروتروجن لازم يبقى اكبر دايامتر يبقى ناحيه الايه، ناحيه الايه، البيرنت ديسك، يعني ناحيه البيز، مش ناحيه الايه بتاعت الايبكس بتاعت الايه بتاعت الابنورماليتي. زي هنا الخط ده، ده اكبر ايه، اكبر دايامتر. هما بيقولوا إيه، بيشبهوا البروتروجن باختصار كده ان هو بيبقى اشبه ان هو يكون تريانجل، وقاعدته هي اكبر ايه، اكبر القاعده بتاعته هي اكبر ايه، اكبر دايامتر، اكبر ضلع في الايه، في الايه بتاع الايه، البروتروجن خلاص. طيب لو لقينا الفوكل ده، الجزء الدايامتر ده في حته اكبر من او ابعد من البيز، يبقى ده اكستروجن. زي ما احنا شايفين هنا، شايفين ده ادي ده ديسك باثولوجي، هرسم الخطوط بتاعتنا، لقيت ان اكبر دايامتر مش عند البيز، لا اكبر دايامتر الخط الثاني اللي هو بعيد عن البيز او بعيد عن البيرنت ايه، بعيد عن البيرنت ديسك. لو لقيت ان في دايامتر اكبر من الدايامتر بتاع البيز خلاص، يبقى ده اكيد مش بروتروجن، ده اتز ا اكستروجن. يبقى الاكستروجن لما تلاقي دايامتر، في دايامتر اكبر من دايامتر بتاع البيز، يبقى ذيس از ان اكستروجن. مش شرط يبقى موجود عند الايبكس شباب، المهم يبقى اكبر من الايه، اكبر من الدايامتر اللي موجود عند الايه، عند البيز بتاع الايه، بتاع الايه، الديسك باثولوجي. ده يسموه ايه، ده يسموه اكستروجن. بيشبهوا الاكستروجن كانه زي ايه، زي الساكيولر انيوريزم، كان ساكيولر انيوريزم ولينك
وبعد كده ايه انيوريزم. التاني اشبه ان هو يكون برود بيز ايه برود بيز تراينج. وبالتالي الفوكال باثولوجي اللي هو ديسك هيرنيشن قد يكون ديسك اكستروجن او قد يكون ديسك بروتروجن على حسب فين اكبر ديامتر بتاع الايه فين اكبر ديامتر بتاع الباثولوجي. لو هو قريب من البي لو هو موجود في البيز يبقى ديس ديسك بروتروجن، لو موجود في اي حته بعيد عن البيز يبقى ديس ديسك اكستروجن. طيب الديسك اكستروجن قد يكون ممكن يمايجريت يعني يبقى سيفير قوي وممكن يمايجريت يعني يبدا يتحرك من الليفل بتاعه، يعني ده الليفل بتاع ال 4 5 لقيت ان الديسك خرج من هنا وراح طالع لفوق كرينيال مايجريشن، او ان هو ينزل لتحت كان هنا وبدا ينزل لتحت يبقى ده اسمه اتحرك من مكانه، ده يسموه مايجريشن. ممكن يكون كرينيال او ممكن يكون كودال مايجريشن. لو لقيت مايجريشن للديسك اتس ا اكستروجن من غير ما تعمل اي حاجه، يبقى لو لقيت الديسك اتحرك من مكانه انا بيبقى اسهل لي خالص من غير ما اقعد اشوف الخطوط وبنشوف اكتر دايمتر فين، بقول ان ذيس از ا اكستروجن لو لقيت فيه مايجريشن سواء كان كرينيال او سواء كان ايه كان كودال، يبقى ذيس از ديسك ايه ديسك اكستروجن. طيب ساعات الحته اللي مايجريت دي ممكن تنفصل خالص يسموها ديسك سيكويستريشن، والديسك سيكويستريشن يعني هتلاقي حته من الديسك انفصلت عن البيرنت ايه انفصلت، يعني ده الديسك اهو كان فيه كرينيال مايجريشن في الحته دي من بتاع دي انفصلت خالص عن البيرنت ديسك، ده بيسموه ديسك سيكويستريشن. والديسك سيكويستريشن ات از ا ديسك اكستروجن. وبالتالي لو لقيت ديسك مايجريشن او لقيت ديسك سيكويستريشن الاثنين اه ديسك اكستروجن خلاص، وده قلنا ده نوع من انواع الهرنيشن خلاص وده اسهل. طيب العيانين بتوع الديسك هيرنيشن بحدد مكان الهيرنيشن ده على حسب ايه؟ على حسب الايبكس بتاعه الحته الفوكال اللي طالعه دي في قمه الايبكس. الحته الفوكال دي الايبكس بتاع الحته الفوكال دي مشاوره فين؟ لو هي مشاوره هنا في النص يسموها سنترال ديسك هيرنيشن ايا كان بروتروجن او اكستروجن. لو كانت متزحزحه شويه بارا سنترال يعني على جانبي السنتر يسموها بارا سنترال او بيسموها سب ارتيكولار ان بتبقى تحت الايه تحت الفاسيت جوينت. لو هي شويه متزحزحه لاترال جدا وعامله انكروتشمنت على النيورال اكزيت فورامين يسموها فرومينال. لو هي قمه الديسك دي متزحزحه خالص بره كده خلاص وطلع او طلع بره خالص كده يسموها فار لاترال او بيسموها اكسترا ايه اكسترا فرومينال خلاص يسموها فار لاترال او بيسموها ايه او بيسموها اكسترا ايه اكسترا فرامن. يبقى على حسب البوينتنج او الابكس بتاعت الديسك هيرنيشن هو مشاور فين. لو مشاور في السنتر يبقى يسموه سنترال، لو مشاور برا سنتر يسموه برا سنترال، لو مشاور فرامن يسموه فرامينال، او لو مشاور برا خالص يسموه اكسترا فرامينال او فار لاترال. الكلام ده مهم، الكلام ده مهم شويه ليه؟ لان لو احنا عارفين ان احنا عندنا اثنين نيرف روتس، في نيرف روت بيخرج من نيورال اكسس فورامين عند الليفل مثلا لو انا بتكلم عن دي ال 4 ودي ال 5 فرضا، فانا عندي نيرف روت اللي هو بتاع ال 4 بيطلع عند ال 4 تحت الايه تحت عند الليفل بتاع ال 4 من النيورال اكسس فورامين، وعندي بيبقى في نيرف روت بيبقى نازل كده عشان يخرج من تحت ال 5 اللي هو النيرف روت بتاع ال 5. وبالتالي لو انا عندي ديسك باثولوجي هنا ممكن يبقى يضغط على الديسندنج نيرف روت او ممكن يطلع على الاكزيتنج نيرف روت. يضغط على الاكزيت نيرف روت هنا يبقى يضغط على ال 4، لو بيضغط على الديسندنج نيرف روت يبقى هنا يضغط على ايه على ال 5. طيب العيانين اللي هم عندهم سنترال او برا سنترال اقرب ان هم يضغطوا على الديسندنج ايه نيرف روت. يبقى لو انا بتكلم على الديسك بتاع ال 4 5 يبقى اتوقع ان هو يضغط على النيرف روت بتاع ال 5. لو انا بتكلم على باثولوجي بتاع فرامينال او فار لاترال يبقى غالبا بيضغط على الاكزيتنج نيرف روت اللي هو نيرف روت بتاع الايه بتاع ال 4 في الحاله دي. وبالتالي ده اهميه الايه اهميه الديسك لوكاليزيشن في العيانين بتوع الديسك هيرنيشن. طيب ساعات يا شباب نلاقي ايه نلاقي ان الديفيوز ديسك الديسك ده ديفيوزلي وايدن او 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 او, أو الديسك باثولوجي واخد معظم السيركمفرنس بتاع الديسك يعني ديسك بلج، ولكن الاقي فيه شويه حته اسيمتري الاقي في حته بدات ايه تبقى فوكال شويه عن بقيه الديسك، يعني اكنه الديسك بلج ومعاه ديسك ايه ديسك هيرنيشن. في الحاله دي اعتبره ديسك بلج ولا اعتبره ديسك هيرنيشن؟ لا اعتبره ديسك هيرنيشن خلاص. وفي الحاله دي اعتبره ديسك هيرنيشن واطبق عليه قاعده هل هو ديسك اكستروجن ولا ديسك بروتروجن على حسب القاعده بتاعت الايه على حسب القاعده فين اكبر دايمتر للحته الايه الحته الباثولوجي. وبالتالي الالجوريزم اللي احنا المفروض نمشي عليه هو الاتي، انك تبص على الديسك في الاكزيال ايمج لو لقيت فيه فوكال كونتور ابنورماليتي في حته فوكال كده بوينتنج كده
يبقى انت بتتكلم على ديسك هيرنيشن. لو ما لقيتش الحته الفوكال دي ولقيت ان الديسك اكتر مايل ان هو يكون مفلطح من غير ما يبقى فيه اي حته فوكال، خلاص ده اقرب ان هو يكون يا اما يكون بلج او ان هو يكون برود بيز هيرنيشن. خلاص يبقى انا اول حاجه بشوف اذا كان في فوكال كونتور ابنورمالتي ولا مفيش فوكال كونتور ابنورمالتي. لو لقيت فوكال كونتور ابنورمالتي انا برتاح، لان انا بعرف ان انا ماشي في سكه ايه، ماشي في سكه ديسك هيرنيشن. طيب بعد ما حددت ان في ديسك هيرنيشن، تبدا تحدد اذا كان في اذا كان ده ديسك اكستروجن ولا ديسك بروتروجن على حسب اللاين. اكبر لاين موجود عند البيز يبقى ده بروتروجن. لو اللاين ده موجود في الدوم او موجود في اي حته بعيده عن البيز يبقى انا بتكلم على اكستروجن. او لو لقيت الفوكال ده معاه مايجريشن او سيكويستريشن يبقى ده خلاص اكستروجن. بعد كده بعد ما حددت اذا كان ده بيسك بروتروجن او هرني او اكستروجن، تبدا تحدد القمه او الايبكس بتاع الديسك باثولوجي ده، مش البوينتنج او الفوكاليتي دي مشاوره فين اكتر حاجه. لو هي ممكن تبقى سنترال او باراسنترال او فرامن زي ما اتكلمنا. طيب لو ما لقيتش فوكا كونتور ابنورمالتي، لقيت الديسك كله مريح كده ومفيش اي حته فوكا تقدر تشاور عليها، يبقى ده اكتر ان هو يكون يا اما بيكون بلج او يا اما يكون برود بيز هيرنيشن. لو تبص بقى تشوف الحته المريحه دي واخده كل السيركمفرنس بتاع الديسك او اكتر من نص السيركمفرنس بتاع الديسك، يبقى ذيس از ا بلج. لو لقيت الحته المريحه بس واخده نص سيركمفرنس، اقل من نص سيركمفرنس، يبقى ده اسمه برود بيز ايه، برود بيز هيرنيشن. غالبا بيبقى بروتروجن، برود بيز هيرنيشن او ايه او بروتروجن. طيب الاثنين دولت اللوكاليزيشن بتاعهم بيبقى بوستيرور، ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش لان ما فيش في حته فوكال مشاوره، بيبقى غالبا بوستيرور. فبقول يا اما بوستيرور ديسك بروتروجن، بوستيرور ديسك بلج، او برود بيزد بوستيرور برود بيزد ايه هيرنيشن، او برود بيزد بوستيرور برود بيزد ايه بروتروجن. خلاص لان ما فيش حته، ما بتبقاش في حته بوينتنج، فبيبقى اللوكاليزيشن او وصف اللوكاليزيشن بتاعها بيبقى ايه، بيبقى بوستيرور. تعال نطبق الالجوريزم ده في شويه حاجات. قول لي يا اسلام، انت شايف هنا في فوكال كونتور ابنورمالتي ولا مش شايف؟ في فوكاليتي ولا مش شايف؟ في فوكاليتي. انا اقدر اقول ان الحته دي بوينتنج كده يبقى في فوكاليتي. لو لقيت فوكاليتي يبقى اتيز اديسك هيرنيشن. خلاص اول ما تلاقي في فوكاليتي، اول ما تلاقي في حته فوكال كده مش تقدر تشاور عليها بايدك، يبقى ذيس از اديسك ايه، ديسك هيرنيشن. يبقى ده اول حاجه، ذيس از ديسك هيرنيشن. ثاني حاجه تبدا تطبق القاعده اذا كان ده ديسك بروتروجن ولا اكستروجن، تشوف ايه اكبر دايامتر موجود فين في الايه، في الديسك باثولوجي. اكبر دايامتر موجود عند البيز بتاعته ولا موجود عند الايبكس او حته بعيد عند البيز، وشكله اكتر ان هو يكون تريانجلر، يبقى ذيس از ا ديسك بروتروجن. يبقى ده ثاني حاجه، يبقى ذيس از ديسك بروتروجن. ثالث حاجه فاضل لك عشان تقدر تحدد اللوكاليزيشن، اللوكاليزيشن بتاع النيشن ده فين، ليفت بارا سنترال فعلا، لان هو هنا مش فرامينال، يبقى ذيس از ا ليفت بارا سنترال ديسك ايه، ديسك بروتروجن. يبقى تشخيصك في الاخر ذيس از ا ليفت بارا سنترال ديسك بروتروجن. تعال نشوف حاله ثانيه. مين اسماء؟ قولي اسماء. شايفه هنا في فوكاليتي ولا مش شايفه في فوكاليتي؟ شايفه في فوكاليتي، يبقى ذيس از ديسك هيرنيشن. تاني حاجه تبداي تحددي اذا كان ده ديسك اكستروجن ولا بروتروجن. ايه رايك؟ اكستروجن ولا بروتروجن؟ تقولي ايه؟ اكستروجن. ليه قلت اكستروجن؟ صح، الله ينور عليك. لو انت بصيتي هنا الديسك داخل هنا وراح طالع لفوق، عامل اوبليتريشن الايه، للنيورال اكزيت فورامين خالص، فبالتالي اتحرك من مكانه لفوق، فده كرينيال مايجريشن، يبقى ده اكيد اكستروجن. يبقى ذيس از ديسك ايه، اكستروجن. فاضل لك المكان يا اسماء وتاخدي ايه، شوكولاته. يقول ايه، ليفت فرامينال ديسك اكستروجن بالظبط. يبقى عندي شوكولاته. طيب ما خلص المحاضره اديها لي. خلاص يبقى ذيس از ليفت فرامينال ديسك ايه، ليفت فرامينال ديسك اكستروجن. اخر حاله عندي هنا، ايه رايكم في الديسك ده، فيه فوكاليتي ولا ما فيهوش فوكاليتي؟ انا مش قادر اشوف حاجه اقدر اشاور عليها. يبقى ده لما يكون ديسك بلج، او ان هو يكون برود بيزد هيرنيشن، او برود بيزد ايه، بروتروجن. خلاص يبقى ذيس از ا بلج او برود بيزد ايه هيرنيشن. ايه رايكم، ده واخد كل السيركمفرنس بتاع الديسك ولا واخد بس الحته دي اللي هو الجزء اللي وراني ده؟ لا، الديسك ده مريح بس الجزء اللي وراني ده، انما الجزء القداماني ده او معظم الجزء القداماني ده كويس، لان كونفايند للايه، للفيرتيبرال ايه، الفيرتيبرال اند بليت اللي فوقيها. فبالتالي الجزء هو اللي وراني ده يبقى واخد اقل من النص سيركمفرنس، يبقى انا بتكلم على برود بيزد بروتروجن. توصيف المكان، it is a ايه، it is a posterior ايه، posterior broad based protrusion. خلاص ده الالجوريزم،
وده اللي موجود في الكتب، مش دعوه باي اراء شخصيه تانية. وانتوا حرين بقى. طيب الديسك بلج او ديسك هيرنيشن عاده الجزء الباثولوجي ده بيبقى عاده بيبقى شافه السيجنال بتاعه الاي ديسك، على يعني بيبقى الديسك ديجنريت فبيبقى لونه اسود في تي 2، فبتبقى غالبا برضو السيجنال بتاعته بتبقى ليه لونه سيجنال في لو سيجنال في تي 2. بس ساعات الديسك ده بيبدا اللي هو لما بيبقى فيه كرونيك او ان هو يبقى ريسيكوستريتد او مايجريتد لفتره طويله بيبدا يتغير شكله ويبدا الشكل بتاعه ما يبقاش شبه الايه البيرنت ديسك، ممكن يبقى هاي سيجنال شويه في التي 2 عن البيرنت ايه عن البيرنت ديسك. او لو لقيت في ديسك كالسيفيكيشن ممكن السيجنال بتاعته تتغير عن البيرنت ايه عن البيرنت ديسك. هو ممكن يحصل ديسك كالسيفيكيشن، ممكن يحصل الحته اللي طالعه دي بروتروجن او هيرنيتد اللي ورا دي ممكن يحصل فيها كالسيفيكيشن زي كده، ممكن يحصل فيها كالسيفيكيشن زي كده، ده ديسك هو راجع لورا وفي كالسيفيكيشن. طيب الديسك بياخد صبغه، القاعده الديسك ما بياخدش صبغه، بس ممكن لو هياخد، لو خلي بالك لو هياخد هياخد بريفرال ايه بريفرال انهانسمنت زي كده، شايفين ده ديسك اهو خلاص، الديسك ده اللي راجع لورا ده ممكن ياخد شويه بريفرال انهانسمنت زي هنا، ممكن ياخد مارجنال ايه ممكن ياخد مارجنال انهانسمنت، ده الديسك اهو خلاص، واللي ده راجع لورا اهو خلاص، البريفري بتاع الليجن هو الايه البريفري بتاع الديسك هو الايه هو اللي واخد انهانسمنت ده لو خد، انما القاعده ما ياخدش. الكلام ده مهم عشان خاطر حاجتين، اول حاجه في العيانين البوست اوبرتيف هل هو ده جرينيش تيشو ولا ريكيرنت ديسك. جرينيش تيشو بياخد مور ليس هوموجينس انهانسمنت، الديسك ما بياخدش صبغه، او لو هياخد هياخد بريفرال انهانسمنت. تاني حاجه وحاجه مهمه في العيانين اللي هم بيبقى عندهم ديسك سيكويستريشن او ديسك اكستروجن، والديسك بيبقى غالبا انفصل شويه عن الايه عن البيرنت ديسك ويبدا يبقى شبه شويه الايه شبه الايبيديورال ليجن، هل هو ده ديسك اكسترودد او ديسك سيكويستريتد ولا هل هو ايبيديورال ايه ايبيديورال ليجن. لو انت شاكك قوي ومش لاقي قوي كونتينيوتي مع الديسك، مش قادر تشوف كونتينيوتي مع الديسك، احقن العيان. لو لقيت الحاجه الليجن ده خد صبغه زي كده هوموجينس انهانسمنت، يبقى ده ليجن ايا كان ايبيديورال ليجن كان خلاص. لو ما لقيته خد بريفرال انهانسمنت كده او ما خدش، يبقى ده غالبا اتز ا ديسك ايه ديسك اكستروجن او ديسك ايه سيكويستريشن. طيب ده كان كل ما يخص الديسك بلج والديسك هيرنيشن. تاني باثولوجي في الديسك هو الديسك حاجه اسمها انيولار فيشر، والانيولار فيشر ده هو عباره عن كراك او ديسربشن للانيولار فايبروز. احنا اتكلمنا ان الديسك بيبقى السنتر بتاعه عباره عن ايه نيوكليس بالبوزس وحواليه فايبرس باند اسمها نيوكليس ايه نيوكليس اسمها انيولس فايبروزس. لما بيحصل ديسربشن للفايبرز بتاعت انيولار فايبروز ده بيسموه انيولار فيشر. الديسربشن ده ممكن يكون ترانسفيرس او ممكن يكون سيركمفرنشال او ممكن يكون راديال، ايا كان الشكل مش مهم، بس بيحصل فيه ديسربشن للفايبرز اللي هي الايه الخارجيه بتاعت الايه بتاعت الديسك. طيب في معظم الاحيان تبقى اسيمبتوماتيك، ولكن في بعض الاحيان ممكن تكون هي المسؤوله عن الباك بين بتاع الايه بتاع العيان. بشخصها ازاي؟ احنا عارفين ان المفروض ان انيولس فايبروزس بتبقى لو سيجنال، السنتر بس بتاع الديسك هو اللي بيبقى هاي، انما الانيولس فايبروز ده المفروض يبقى ايه لو سيجنال. لو لقيت فيه فلويد سيجنال هاي سيجنال فلويد سيجنال موجوده في البريفري بتاع الديسك اللي هو المفروض في الفايبرز الحته اللي هي المفروض تبقى سودا دي، لقيت فيها هاي سيجنال كده الفايبرز المفروض تبقى سودا دي لقيت فيها هاي سيجنال كده اللي هي بتاعه الميه دي اللي هي دي خلاص، ده بيسموها it is a annular ايه بيسموه annular fissure. ببساطه خالص انا بشخص annular fissure لما تلاقي في هاي سيجنال فلويد سيجنال او برايت سيجنال موجوده في الدارك سيجنال بتاعت الايه بتاعت البريفري بتاع الديسك اللي هي بتاعت annulus ايه annulus fibrosis خلاص. ممكن دي تاخد صبغه بعد صبغه، ممكن تاخد صبغه مفيش منها اي مشكله، ان هي عباره عن شويه ايه شويه اديما. طيب تالت حاجه في الديسك باثولوجي حاجه اسمها شمورالز نودز، والديزيز المهم بتاعها اللي هو شيرمان ديز. شمورالز نودز هو عباره عن بيحصل ديسك هيرنيشن، بس ديسك هيرنيشن بدل ما بيحصل لورا خلاص بيحصل فين جوه الفيرتيبرال اند بليت، يعني ده الفيرتيبرال اند بليت بدل ما الديسك يرجع لورا عادي في الديسك باثولوجي العادي، لا ده حصل هيرنيشن في جوه الفيرتيبرال ايه جوه الفيرتيبرال اند بليت. وبيقولوا ده غالبا بيحصل في الناس الصغيره اللي بيبقى غالبا بيشيلوا ايه بيشيلوا حاجات تقيله، اللي هم اي حد بيشيل حاجه اللي هم بيشيلوا الويتنج ده خلاص بيحصل اكزيال لودنج عنيف، فبيحصل ان الديسك يبدا ايه يهرنيت جوه الايه جوه الفيرتيبرال ايه جوه الفيرتيبرال اند بلين. عاده الديسك الشمورال زود ما بيعملوش باثولوجي، بس ممكن في الاكيوت فيز ممكن يعملوا باك بين.
خلي بالكوا الباك بين ده يميز ان هو نون راديكولار بين، يعني لان هو ملوش علاقه بالنيرف روت، ما بيضغطش على النيرف روت، فبالتالي مش فيش مش يجي يعمل سياتيكا مثلا، الشمورال زون ما يعملش سياتيكا لان هو ملوش علاقه بالنيرف روت، هو بعيد خالص عن النيرف روت، هو نتيجه من ان هو بيعمل هيرنيشن جوه الفيرتيبا، فبيبقى نون راديتنج ايه نون راديتنج بين، بيبقى اكتر نشوفها في الشمورال زون دي، اكتر نشوفها في اليانج ايه ادولسنت واليانج ايه واليانج ادلت. طيب بس اخصها ازاي؟ عاده بلاقي الراوندد او الشكل المميز خالص بتاعها ده اللي هو الكون شيب او الراوندد ديفكت موجود في الفيرتيبرا اند بليت، وعاده بيقولوا ان هو بيبقى موجود في السوبيريور فيرتيبرا اند بليت بتاعت الديسك، يعني لو ده الديسك فبيبقى فيرتيبرا اند بليت الفوقانيه، بس ممكن نشوف في التحتانيه برضو، بس هو الاخطر بيبقى فين؟ في السوبيريور اند بليت الفوقانيه، بتبقى فيري ويل ديفايند ديفكت راوندد ديفكت او كون شيب ديفكت موجود في الفيرتيبرا اند بليت، تقدر تشوفه خالص في الاكس راي او تقدر تشوفه فين؟ تقدر تشوفه في السي تي. الام ار اي يزداد انك تقدر تشوف الديسك وهو هرنيد الداخل جوه الديفكت ده، يعني تقدر تشوف الديسك وهو داخل جوه الايه جوه الفيرتيبرا او جوه الديفكت بتاع الفيرتيبرا الايه جوه الديفكت بتاع الفيرتيبرا الاند ايه الفيرتيبرا الاند بلي. طيب الشمورال زنود ممكن تبقى محاطه في حالات الكرونيك، تبقى محاطه بفاتي تشينجز كده، تلاقي فيها ريم اوف فاتي تشينجز كده، تلاقي هاي سيجنال في التي 1 وهاي سيجنال في التي 2، لو عملت له ستير تلاقيه سبرست في الستير، او ممكن في الاكيوت فيز تلاقيه محوط بإديمة، فتلاقي الإديمة كده محوطه الديفكت ده، تلاقيها لو سيجنال في التي 1 وتلاقيها هاي سيجنال في الستير او هاي سيجنال في ايه في التي 2، فتلاقي في إديمة محوطه في الشمورال زنود في الاكيوت فيز، وممكن يكون هو ده سبب الايه السبب البين، لو هو في بين يبقى غالبا في بين مسؤول عنه البين في الاكيوت فيز بتاعت الايه بتاعت الشمورالز ايه بتاعت الشمورالز نود. طيب لما يبقى في اكستنسيف ديسك هيرنيشن في الفيرتيبرال اند بليت في ولد صغير ينتج عنها حاجه اسمها شيرمان ديزيز، خلي بالكم شويه عشان ده مهم. الشيرمان ديزيز ده هو بيحصل ايه اكستنسيف ديسك هيرنيشن جوه الفيرتيبرا اند بليت، وبيحصل في سن بدري شويه، يعني في يانج ادلت او في الاطفال في سن بدري خالص. فايه اللي ما بيحصل؟ قال لك الهرنيشن اللي بيحصل في الفيرتيبرا اند بليت في سن بدري ده يبدا يعوق ان التكوين الفيرتيبري. احنا عارفين البلاد فيسلز بتاع الفيرتيبري بيجي بيخش من ورا ويطلع لقدام، فلما يحصل الهرنيشن ده يبدا ينترفير مع البلاد سبلاي بتاع الفيرتيبري، فبنلاقي ان الجزء القداماني بتاع الفيرتيبرايه ما يحصلوش ديفلوبمنت كويس زي الجزء اللي وراني، فنلاقي ان الجزء القداماني بتاع الفيرتيبرايه يبدا الهايت بتاعه يبقى اقل من الجزء القداماني، في الاخر ينتج عنه ان الديسك ده او ان الفيرتيبري دي تبدا تبقى ويدجنج او يحصل فيها ستراكشر كولابس او ما يسمى باسم ويدجنج، تلاقي ان الهايت ده اقل الفنترال هايت بتاع الفيرتيبرايه اقل من الايه من البوستيرو هايت بتاع الايه فيرتيبرايه اللي هو ويدجنج ايه ويدجنج فيرتيبري. طيب والعيان يجي يشتكي من كايفوزس، وبالتالي العيان بتاع شيرمان ديزيز ده شكوته الاساسيه هو الكيفوزس، بيجي في سن صغير تلاقي في ولد صغير وبدا يشتكي من ايه من كيفوزس، والسبب هو ايه الايه الشيرمان ايه شيرمان ديزيز. طيب بشخصه ازاي؟ بتلاقي ان في مالتيبل ليفل اوف ويجيد فيرتيبري، تلاقي ان مالتيبل ليفل اوف ريدكشن للهايت بتاع الفنترال اسبيكت بتاع الفيرتيبرال بتاع الفيرتيبرات، خلاص معاه حاجه مهمه جدا ان يبقى في irregularities موجوده في الفيرتيبرال اند بليت. شايفين irregularities بتاعه الفيرتيبرال اند بليت؟ الirregularities دي تمثل ايه؟ تمثل الديسك هيرنيشن اللي حصل واللي منع تكوين الايه اللي خلى الجزء القداماني بتاع الفيرتيبرات ما يتكونش كويس. وبالتالي تشخيص الشيرمان ديزيز تلاقي واحد صغير عنده multiple level of wedged vertebrae معاه irregularities of the irregularities of the vertebral a of the vertebral end blade. قد تكون تقدر تشوف مع الويدجنج دي مش بس irregularity، ممكن تلاقي فيه شمورال نود multiple، ما في الاخر it is a السبب هو intravertebral disc herniation، فهو ممكن تلاقي multiple a مع الويدجد vertebrae دي مع الويدجد vertebrae دي تلاقي multiple level a multiple level شمورال نود، وممكن تلاقي narrowing of the joint space more evident at the anterior aspect. ده كان الايه ده كان شيرمان ديزيز، ودولت كانوا الدي في ايه الديسك ايه ديسك باثولوجي. تاني جروب من الديزيز اللي هنتكلم عليها هو الليجمنت ايه الليجمنت باثولوجي، وهنتكلم عن موضوعين، واحد اسمه باستراب ديزيز وواحد اسمه ديش ديزيز. الباستراب ديزيز وهو عباره عن ديجنريتيف تشينج في الليجمنت بتاع اللي هو اسمه انتر سباينس ايه انتر سباينس ليجمنت،
والانترسبانس ليجمنت ديسك باثولوجي ده سببه ايه؟ سببه ان مع تقدم السن بيحصل اكزاجيريشن لللوردوزس بتاع العيان. الراجل الكبير ممكن يحصل له اكزاجيريشن لللوردوزس بتاع اللمبر لوردوزس. فايه اللي يحصل؟ فيحصل ان السباينس بروسيس بتاع ده لما يحصل اكزاجيريشن لللوردوزس يقرب من السباينس بروسيس بتاع الثاني، فيبداوا الاثنين يبداوا يحكوا في بعض ويحصل ما يسمى بس الباستراب ديزيز. يبقى الباستراب ديزيز هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن كلوز ابروكسيميشن للسباينس بروسيس نتيجه للاكسسيف لوردوزس، ويحصل ديجنريتيف تشينجز للسباينس ايه بروسيس، وما بينهم الانتر سباينس ليجمنت اللي ما ايه اللي ما بينهم ده بيسموه باستراب ايه باستراب ديزيز. والعيان عاده احنا بنشوفه كتير في العيانين الكبار في السن، خلاص عاده بيبقى انسيدنتال وغالبا ما بيشتكيش، ولكن لما بيجي يشتكي بيبقى ليه كلاسيك فايندنج جدا، ان العيان يجي يشتكي من بين البين ده بيبقى اكتر لما العيان يبدا يبقى واقف، وبيريليف لما العيان يبندنج. ليه لا يريليف لما العيان يبندنج؟ لما يريليف البندنج يبعد الايه سباينس بروسيس عن بعض، فيحصلش الايه ما يحصلش الايه البين ده. طيب بشوفه ازاي؟ ببساطه خالص انك تلاقي ان المسافه دي قلت وبدات تلاقي في السباينس بروسيس ديجنريتيف تشينجز سودوسيستيك تشينجز موجوده في الاوبوزنج سباينس بروسيس. شايفين السودوسيستيك تشينجز اللي موجوده في الاوبوزنج فيرتيبرال الاوبوزنج سباينس بروسيس الديجنريتيف تشينجز دي، ده بيسموه باستراب ايه باستراب ديز. ده فيري كومن، بتشوفه كتير في الايه في الناس الايه في الناس الكبار. ساعات يبقى معاهم هايبرتروفي اوف لجمنت فلافا، وده شويه يبقى يزود الايه البين. طيب خلي بالكوا ان العيانين بتوع الباستراب ديزيز ده ممكن نلاقي فيه فلويد سيجنال موجوده في الانتر سباينس ليجمنت، مكان الانتر سباينس ليجمنت لو في فلويد سيجنال. الفلويد سيجنال دي بيسموها زي اكن في بيرزه اتكونت، ديجنريتيف بيرزه موجوده اتكونت في الايه في العيانين بتوع الباستراب ديزيز مكان الانتر سباينس ليجمنت. البيرزه دي بيسموها ادفنتيشال بيرزه، ممكن تكبر جدا وتبقى تبدا هي اللي تبقى تضغط على النيرف روت او السباينال كورد، وتبقى هي دي سبب البين بتاع العيانين بتوع الباستراب ديزيز. بيبقى معاهم بيرزه فورميشن او ادفنتيشال بيرزه الايه بيرزه فورميشن اللي هو المنظر ده. طيب الدش، خلي بالكم عشان الدش ده مهم ولازم نركز فيه شويه. الدش اللي هو بيسموه ديفيوز ايديوباثيك سكيليتال سكيليتال هايبر اوستوزس، وهو عباره عن اوسيفيكيشن اوف ذا انتيريور لونجيتودينال ليجمنت. بيحصل فيه كوس اوسيفيكيشن اوف ذا انتيريور لونجيتودينال ليجمنت اللي هو بيوصل الفيرتبرات انتيريور اسبيكت بتاع الفيرتبرات مع بعض. لما يحصل فيه اوسيفيكيشن او كورس اوسيفيكيشن اوف مالتيبل ليفل، بيقولوا اكتر من اربعه او اربعه او اكتر للفيرتبرات اوف ذا انتيريور لونجيتودينال ليجمنت، ده بيسموه ديش ديزيز. والسبب في ده بيقولوا ساعات يقولوا انون، بس الاسباب الاهم هو حاجه اسمها انثيزياتس، واحنا اتكلمنا قبل كده عن انثيزياتس، وهو عباره عن انفلاميشن اوف اي حته الاتاتشمنت بتاع ليجمنت او تندون او كبسول للعظم، ده بيسموه انثيزياتس. واتكلمنا على الانثيزياتس فين قبل كده؟ في السيرو نيجاتيف الانكيروزنج انثيزياتس. فالانثيزياتس مشهور جدا في الانكيروزنج ومشهور جدا في الدش، والاثنين بيبقوا شبه بعض، وزاد المهم ان احنا نعرف نفرق ما بينهم. طيب ايه اللي بيحصل العيان ده؟ يحصل التهاب في الاماكن اللي بيمسك فيها التندون او الليجمنت مع العظم. الالتهاب ده في الدش بينتهي ببون فورميشن، اكستنسيف بون فورميشن، اكسسيف كورس بون فورميشن، يبدا يكون بون فورميشن عنيف في الايه في الليجمنت. طيب مش بس هو مين اللي بيبقى الانتيريور لونجيتودينال ليجمنت، بس ممكن يبقى اي ليجمنت زي ما هنشوف كمان شويه، بس هو مين اللي بيبقى في الانتيريور لونجيتودينال ليجمنت. العيان ده يجي يشتكي من ايه؟ العيان ده طبعا انت لما عملت خليت السباين كله خليته كله في بون كده، عملت له فيوجن لكل السباينس بروسيس كل الفيرتبرات كده، فاكيد السباين ده بقى ستيف جدا. ليه؟ لانك لحمت كل السباينس الفيرتبرات مع بعض. فلما لحمت كده الفيرتبرات مع بعض السباين ده بقى ستيف جدا، فالعيان بقى يشتكي من some sort of stiffness و rigidity، سواء كان لو هو كان في السيرفايكل في السيرفايكل او لمبر او لمبر ايا كان مكانه، فهو هيشتكي من stiffness و rigidity. It is very common in elderly اكتر من سن 50 سنة. طيب بشخصه ازاي؟ ببساطة خاص ان انا الاقي فيه ossification course flowing ossification course flowing ossification course flowing ossification course flowing ossification of the anterior longitudinal ligament. بيقولوا زي ما قلنا ان هو بيبقى اكتر من يعني لاحق اربعة vertebrات مع بعض او اكتر، المهم يبقى فيه multi level of course vertebral ossification. طيب
اوف ذا انتيريور لونجيتودنال ريجن. الحقيقه في شرط مهم جدا ليه عشان تشخص دش وانت مطمن. اول ما تشك في دش يعني لما تلاقي في اوسيفيكيشن اوف ذا انتيريور لونجيتودنال ليجمنت كورس وشك ان هو يكون دش, بص على الفاسيت. لازم تبص على الفاسيت. العينين بتوع الدش الفاسيت بتاعهم بيبقى نورمال وزين نورمال, فالفاسيت جوينت في العينين بتوع الدش, الفاسيت جوينت في العينين بتاع الدش بيبقى وزين نورمال. يبقى بالتالي مع الكورس اوسيفيكيشن تبص على الفاسيت عشان العينين دولت بيبقوا غالبا الفاسيت جوينت بيبقى بريزيرفد, وكمان الديسك سبيس برضو بيبقى ايه, بيبقى بريزيرفد. الدش بيبقى اكتر حاجه في الثوراسيك سباين, يليه السيرفايكال, يليه اللمبر فيرتيبري. طيب زي ما قلنا ان الدش اتز انثيزيايتس مينلي في الانتيريور لونجيتودينال ليجمنت, بس ممكن يكون اي ليجمنت تاني. فممكن تلاقي مع الدش ده ممكن تلاقي ان البوستيريور لونجيتودينال ليجمنت فيه اوسيفيكيشن, ممكن تلاقي فيه الليجمنت بتاعت الاطلانتو اكزيال جوينت الكروشيت ليجمنت, ممكن تلاقي الديسك ذات نفسه بيبقى فيه اوسيفيكيشن, ممكن تلاقي في ليجمنت في لافا ممكن يبقى فيها اوسيفيكيشن. فاي مكان في ليجمنت او اي مكان في كبسول ممكن يحصل فيه اوسيفيكيشن, لان في الاخر اتز ان انثيزيايتس هو بيبقى بريدومينتلي في الانتيريور لونجيتودينال ليجمنت, بس ممكن يبقى معاه اي حاجه تانية من اي ليجمنت تاني. طيب تعالوا بقى نركز عشان دي نقطه مهمه جدا في الافكشن اوف الدش للساكرو ايدياك جوينت. خلي بالكم الساكرو ايدياك جوينت, احنا عندنا الساكرو ايدياك جوينت, احنا عارفين ان الساكرو ايدياك جوينت ده عباره عن تو جوينتس. الجوينت الانتيريور اسبيكت بتاع الجوينت ده از ا ساينوفيال جوينت او كارتلاجينال جوينت, اما الجزء البوستيرور اسبيكت بتاع الجوينت فهو عباره عن فايبرس جوينت. فايبرس جوينت هو جوينت بيبقى ريجولار وبيبقى مليان فايبرس او ليجمنت موجودين ما بين الايه, ما بين الليجمنت وبين بعضها. انما الجزء القداماني ده اتس ا ساينوفيال جوينت, ما فيهوش فايبرس, ما فيهوش فايبرس ولا ليجمنت, اتس عباره عن اتس كارتليج ما بينهم وبين بعض. طيب وبالتالي لو الدش هيجي افكت الساكرو ايدياك جوينت تحت توقعه يافكت الانتيرو الاسبيكت ولا البوستيرو اسبيكت بتاع الساكرو ايدياك جوينت؟ اتوقع ان هو يافكت البوستيرو اسبيكت. ليه؟ لان البوستيرو اسبيكت ده فيه ليجمنت موصله ما بين الايه, ما بين وهو قلنا اتس انثيزيايتس, فهو اي ليجمنت يافكت فيه الايه, يحصل فيه يلاقي فيه اوسيفيكيشن, فنلاقي ان هو زي ما احنا شايفين ان هو يعمل بوني فيوجن اوف ذا بوستيرور اسبيكت اوف ذا ايه, اوف ذا الساكرو ايدياك جوينت. انما الانتيرو اسبيكت بتاع اللي هو الساينوفيال بورشن بتاع الساكرو ايدياك جوينت اتس بريزيرفد, ما فيهوش فيه ايه اوسيفيكيشن. والكلام ده مهم جدا او في غايه الاهميه عشان نفرق ما بين الدش والانكيلوزنج. الانكيلوزنج ما بياخد البوستير وياخد الانتيرو, انما الدش عمره ما يافكت الانتيرو اسبيكت. طيب اللهم الا, اللهم الا في الانتيرو اسبيكت ممكن يافكت يعمل فيوجن للمارجن بتاعه الايه, بتاعه الايه, بتاعه الساينوفيال جوينت ده. ليه يعمل فيوجن للمارجن ده؟ لان ده مكان الايه, الكبسول, صح؟ فهو مكان الكبسول ممكن يعمل بوني فيوجن زي كده بس, ممكن يعمل ايه بوني فيوجن للكبسول. انما الجوينت ذات نفسه, الجوينت نزل نفسه بريزيرفد, وبالتالي لو لقيت بوني فيوجن للجوينت ده, ده اكيد مش دش, ده اكيد مش دش, ده انكلوزنج ايه, سبونديلايتس. خلاص دي نقطه مهمه يا شباب في افكشن اوف ذا دش للساكرو ايدياك جوينت. طيب زي ما قلنا ممكن يعمل ليجمنت ثانيه في اي حته ثانيه في اي جسم, ممكن الاليو لامبر ليجمنت, ممكن الساكرو تيبرس ليجمنت, ممكن الستايلو هايويد ليجمنت, ممكن يحصل فيهم انثيزيايتس وممكن يحصل فيهم ايه, كالسيفيكيشن. طيب وبالتالي ايه هي الكومبليكيشنز بتاعه الدش؟ خلي بالكم عشان دي حاجه مهمه. الكومبليكيشن بتاع الدش زي ما قلنا الدش ده ممكن يعمل ستيفنس ويبقى شويه بين بالكتير, بس في منه كومبليكيشن تشبه تكاد تكون شبه الايه, بتاعه الانكيلوزنج. الدش اوسيفيكيشنز دي بتبقى فيري كورس, فيري كورس, وبالتالي ممكن تبقى كبيره جدا, وفي السيرفايكال فيرتيبري تبدا تضغط على اللارينكس والاسوفيجس وتبدا تعمل العيان يجي يشتكي من ديسفيجيا. خلي بالكم ان ده سبب مشهور جدا للديسفيجيا وانتم ما بتاخدوش بالكم منه. يعني تبص على الاسوفيجس ممكن تلاقيه نورمال, بس لو العيان بيشتكي من ديسفيجيا بص على السباين ورا احسن يكون في دش, ممكن يبقى فيه اوسيفيكيشن هو اللي ضاغط على الايه, على الاوسوفيجس, وهو يكون ده سبب الايه, سبب الديسفيجيا. وممكن في السيفير سيمبتومز ممكن يعمل, يبدا ينكروتش بتاع اللارينكس ويعمل سترايدو. زي ما قلنا الاستيفنس ده بتاع السيرفايكال بتاع السباين بيبقى يخلي السباين عرضه اكثر ان هو يحصل له فراكشر, لانه ستيف بقى عامل زي العصايه الناشفه, ما بقاش فيه ماليبل, فبقى سهل جدا يتكسر. والكلام ده بنشوفه كمان في الانكيلوزنج زي ما احنا عارفين, اي حاجه تعمل ستيفنس للسباين تخليه زي العصايه فيبقى اسهل ان هو ايه, يسهل ان هو يتكسر.
طيب والكاستر بتاع الدش شبه الكاستر بتاع الانكيلوزنج ان هو بيبقى غالبا اكستنسيف وترانسفيرس وبيبقى واخد معظم الايه واخد معظم الايه الكولم بتاعه الايه بتاعه السباينس ايه بروسيس وده كومبليكيشن من الايه من الدش او الانكيلوزنج الاثنين دول بيشتركوا في هذه الخاصيه. طيب ازاي افرق ما بين الدش والانكيلوزنج ودي حاجه مهمه ازاي افرق ما بين الدش والانكيلوزنج سبوندولايتس. اول حاجه خليها في الباك مايند بتاعكم ان الكلاسيفيكيشن بتاعت الدش تبقى كورس قوي مش زي الكلاسيفيكيشن بتاعت الايه الانكيلوزنج سبوندلايتس. الانكيلوزنج سبوندلايتس الاوسيفيكيشن بتاع الانكيلوزنج ليجمنت بيبقى مور ليس سموث اوسيفيكيشن ما بيبقاش كورس اوسيفيكيشن مع الدش. بس دي خليها في اول نقطه تحطها في دماغك. بس الاساس انك تبص على الفاسيت. لو لقيت الفاسيت از في انكيلوزنج او في فاسيتا الارثروباثي يبقى ذيس از انكيلوزنج مش دش. الدش ما بيافكتش الايه الفاسيت جوينت. عشان كده قلت لكم بصوا على الفاسيت خلاص. طيب لو كان عندك ايه ساكرو ايليك لو بصيت للساكرو ايليك ولقيت ان الانتيريور اسبيكت بتاع الساكرو ايليك هو الايه الفيوز يبقى ده اكيد مش دش ده انكيلوزنج سبوندلايتس. الدش افكتد بوسيرو انما الانتيريور اسبيكت ما يعملش فيوجن الانتيريور اسبيكت اللي هو الساينوفيال بورشن بتاع الايه بتاع ساكرو ايه ساكرو ايليك جوينت خلاص ماشي. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها هو اللي احنا كل الكلام ده اللي بيؤدي في الاخر الى النقطه المحوريه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي السباينال كانال ستينوز. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ممكن تؤدي الى سباينال كانال ستينوزس سواء كان اوستي ارثرايتس او ديسك باثولوجي او ليجمنت باثولوجي قد تؤدي الى ناروينج اوف ذا سباينال كانال وتعمل سباينال كانال ستينوزس. الحقيقه بس خلي بالكم ان السباينال كانال ستينوز ممكن يبقى مش بس جينيراتيف ممكن يبقى كونجينيتال ان يبقى العيان يبقى عنده البيديك تبقى قصيره ويبدا يبقى سباينال كانال تبقى خلقتها ان هي ايه ان هي تكون قصيره. طيب عشان اشخص الاكوايرد سباينال كانال ستينوزس اللي هو سببه ديجنريتيف بشخصه كالاتي. قال لك اسهل حاجه انك تعمل حاجه اسمها الام ار مايلوجرافي. والام ار مايلوجرافي هتلاقي ان الايه ان السباينال كانال بدا يحصل فيها ايه بدا يحصل فيها الاور جلاس ابييرنس بتاع الايه بتاع المايلوجرافي ده. فلما بتلاقي فيه الاور جلاس مايلوجرافي ده بتاع الايه بتاع السباينال كانال ستينوز او سباينال كانال تايتنس. طيب او لو ما عندكش مايلوجرافي تبص في الاكزيال ايمج. لما تبص في الاكزيال ايمج هتلاقي الديورال ساك اللي هي المفروض تبقى راوندد هتلاقي بدات تاخد شكل التريفويل ابييرنس اللي هو المنظر بتاع المنظر ده اللي هو التريفويل ده انك تلاقي الديورال ساك بدا يبقى ليه اكستنشن ورا واكستنشن كده واكستنشن كده. فالمنظر بتاع التريفويل ابييرنس بتاع الديورال ساك هو المفروض تبقى راوندد مدوره. لو لقيتوها بدات تاخد تريفويل ابييرنس ده او تراينجلر ابييرنس تعرفوا ان ذيس از سباينال كانال ستينوزس. يبقى انا عشان اشخص اكوايرد سباينال كانال ستينوزس ببص في الاكزيال ايمج الاقي خدت الديورال ساك خدت تريفويل ابييرنس. ابص في المايلوجرافي الاقي في الاور جلاس ابييرنس ده بتاع الايه بتاع الام ار مايلوجرافي. طيب ساعات تلاقي السبب او ما ساعات ما تلاقيهوش. سبب ممكن يكون thickening of the ايه زي ما شايفين thickening of the ligament of flava هنا هو اللي مضيق مع الفاسيت الارثروباثي هو اللي مضيق او ديسك مثلا في ديسك موجود هنا. فكل الحاجات دي ممكن تلاقيها وهو دي السبب بتاع الايه بتاع degenerative spinal canal stenosis. اما الكونجنتال سباينال ستينوزس فهو بشخصه ببساطه خالص انك تبص على البيديكل تلاقي ان البيديكل قصيره جدا. بص البيديكل هنا عامله ازاي. فالبيديكل قصيره جدا مفيش بيديكل كده يكون مفيش بيديكل. فالعيانين بتوع السباينال كانال ستينوز تلاقي البيديكل بتاعتهم شورت ولما تبص في سيشن الايمج تلاقي ان السباينال كانال نارد. فلما تلاقي لما بشخصها ازاي ببساطه خالص ريكوجنيشن اوف ا شورت ثيك بيديكل اند اي بي كانال دايمتر ريدكشن كي دايجنوز فور دايجنوز اوف كونجنتال كانال استينوزس. يبقى لما تلاقي ان البيديكل از شورت والسباينال كانال دايمتر قال يبقى ذيس از انا دايما ببص على البيديكل لما الاقيها شورت كده بعرف ان ذيس از كونجنتال كوز اوف سباينال كانال استينوزس. في ناس بتبدا تقيس الدايمتر بتاع السباينال كانال عشان ما تبقاش حاجه سبجكتيف. قالوا ان الدايمتر لو قل عن 10 في اللامبر سباين الاي بي دايمتر او في قل عن 14 في السيرفايكال سباين ده بيقولوا ان ذيس از اي شخص كونجنتال سباينال كانال ان في سباينال كانال نارونج. طيب خلي بالكم ان ممكن يبقى ميكسد. يعني ممكن يبقى العيان عنده كونجنتال سباينال كانال ستينوز بص البيديكل هنا صغيره بالاضافه الى ان هو عنده ايه فاسيت الارثروباثي وعنده ديسك فيبقى عنده ايه ميكسد ايه ميكسد سباينال اند كونجنتال سباينال كانال ايه سباينال كانال ستينوز.
يبقى انا كده خلصت. نراجع بس اللي احنا خدناه بسرعه وهمشيه. ايه اللي احنا خدناه؟ خدنا اوستي ارثرايتس بتاع الجوينتس بتاعه السباين، قلنا الانتر فيرتيبرا جوينت، وقلنا المانيفيستاشن بتاعته في الاول ان يحصل ديسك جينيريشن، الديسك يبقى يفقد البرايت سيجنال بتاعته، وقلنا ممكن يحصل مارو تشينجز في الفيرتيبرا اند بليت اللي قلناها كمودي كلاسيفيكيشن، وقلنا ممكن يحصل سبوندلوز بوستيفيتيك ليبنج فين في الفيرتيبرا اند بليت. قلنا بعد كده ان ممكن يحصل اوستي ارثرايتس في الفاسات، وقلنا بنفس الاوستي ارثرايتس اللي بتحصل هنا ناروينج للجوينت سبيس وريجولاريتي اوف ذا اوبوزنج فيرتيبرا اند بليت، وقلنا اهميتها ان هو ممكن ينكوش قدام على النيورو اكزيت فورامين. نفس التشنجز ممكن تحصل في السيرفايكا في النيورو سنترال جوينت، ولكن خلي بالكم ان هو ممكن يضغط على النيورو اكزيت فورامين اللي وراه ويسموها نيورو سنترال جوينت ارثروباثي. اتكلمنا على الديسك باثولوجي وعرفنا الفرق ما بين ديسك بلج وهرنيشن، واتكلمنا عن النوملكليتشر بتاعتها وازاي نقدر نحدد الايه السايت بتاع الديسك هرنيشن وازاي فرقنا ما بين ديسك بلج وهرنيشن، واتكلمنا على الديسك وعن الانيولار فيشر، وقلنا ان هو بيبقى هاي سيجنال موجوده في الانيولار فايبروز او اللو سيجنال الموجوده في البريفري بتاع الديسك. اتكلمنا عن الشمورال نودز اللي هو بتبقى انترفيرتيبرال ديسك هيرنيشن، وقلنا لما بتبقى مالتيبل واكستنسيف ويبقى معاها ويدجنج للفيرتيبري وكيفوز بيسموه شيرمان ايه شيرمان ديزيز. اتكلمنا على ليجمنت باثولوجي، قلنا الباستراب ديزيز اللي هو بيبقى فيه ديجرتيف تشينجز في السباينال بروسيس اللي ممكن يبقى معاها بيرزل فورميشن وتبدا تضغط على السباينال كانال، وكلمنا على الاوسيفيكيشن اوف ذا فيرتيبرال ليجمنت اللي هو الدش، وقلنا ازاي نقدر نفرقه ما بين الدش والانكلوزنج سبوندلانس، وعرفنا ازاي نبص او الافكشن بتاع الدش في الساكرو ايدياك جوينت، واخيرا اتكلمنا على الافكشن بتاع كل الحاجات دي للسباينال كانال، وعرفنا ان في ممكن يكون ديجنريتيف تايب او اكواير تايب يبقى بتبقى ترو فويل ابييرنس، ونقدر نشوف الكوز بتاعنا كليجمنت من كليجمنت هايبرتروفي او فاسيتال ارثروباثي او ديسك او كونجنيتال تايب ان يبقى بشخصه بشورت ثيك بيديكل، او ان يبقى الاثنين مع بعض اللي هو بيسموه ميكس تايب اوف سباينال كانال ستينوز. كده خلصت. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن هنبدا بقى الهيد ونيك اوربت ان شاء الله. محاضره طويله قوي بتاعت الاوربت دي، انا مش عارف ازاي اقدر اخلصها يعني، بس يا ريت نيجي في ميعادنا 8:30 ان شاء الله. هبدا 8:30 بالظبط يعني ان شاء الله. بتروج لو ما دام هو اكستندنج بياند بتاعي يبقى ديز ديسك باثولوجي.